قام رئيس محكمة استئناف حضرموت فضيلة القاضي هاشم عبد الله الجفري ومعه المدير العام لمديرية غلبة وزير سالم العطيشي بزيارة إلى الموقع الخاص بإنشاء المعهد العالي للقضاء فرع حضرموت في مديرية غلبة وزير. وبحث القاضي الجفري خلال الزيارة مع المدير العام لمديرية غلبة وزير إمكانية تسوير الموقع للحفاظ من أي اعتداءات، إلى أن تستجيب وزارة العدل لمطالب المحافظة بإنزال مناقصة لمشروع المعهد العالي للقضاء فرع حضرموت. ونوه رئيس محكمة استئناف حضرموت بأهمية المشروع الذي سيرفد محاكم الجمهورية بالكوادر القضائية المؤهلة والتي ستعمل على تعزيز دور القضاء والإسهام في التعجيب البت في قضايا المواطنين المطروحة أمام المحاكم. وأشار القاضي الجفري لأن الاستقرار الأمني الذي تشهده حضرموت سيساعد في إنجاح هذا المشروع المهم الحيوي، داعيا قيادة وزارة العدل إلى الإسراع في إزالة المناقصة والبدء في عملية الإنشاء والتنفيذ للمشروع.